يشد يشد بي البعد. فلسطين في القلب والوجدان، وفي هذه الحلقة من لعبة الأمم لن نبكي على الأطلال، لن نستمر في الحديث عن مآسي التاريخ، فالحاضر جيد رغم كل شيء. شباب فلسطين صاروا أكثر إيمانا بالنصر، المقاومة في فلسطين ولبنان صارت أكثر تسليحا وقوة، ولو عدنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أن إسرائيل انتصرت مرة واحدة على العرب حين غدرت بالطائرات المصرية وهي رابضة على الأرض. في كل الحروب الأخرى هزمت، هزمها جيشا مصر وسوريا بدعم عربي عام 73، وهزمت لاحقا في لبنان وغزة. كل الدعاية الدولية واللوبيات اليهودية والصهيونية لم تنفع في منع تقهقر صورة إسرائيل كآخر نظام تمييز عنصري في العالم. والإسرائيلي الذي سرق أرض الفلسطينيين ما عاد يصدق بأن جيشه يستطيع أن يحميه. ظهر المؤرخون الإسرائيليون الجدد يكذبون معظم الأوهام الإسرائيلية حول أرض الميعاد، وما كتبه يهود عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون وفي مقدمهم مثلا إيلان بابي يكفي لتجريم إسرائيل لمئات السنين. ولو أضفنا إلى ذلك أن الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب العربية تعلما رغم التهجير والقهر، ففي الأمر ما يدعو فعلا للأمل. أما النظام الرسمي العربي فهو ومنذ خذل المناضل الكبير عبد القادر الحسيني هو نفسه يعد بالكثير ولا يقدم سوى تنازل تلو تنازل. لم يطلب الحسيني أنذاك من العرب سوى السلاح، خذلوه فعاد ليستشهد بطلا في معركة القسطل. على درب الحسيني والقسام مئات الألاف اليوم مستعدون للاستشهاد والدفاع عن الأرض حتى تعود، وأجراس القدس حتما ستقرع، ومن مآذن القدس سيعلو يوما ما أذان النصر إن شاء الله. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم للقدس سلام. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم، اخترنا لها الدكتور صلاح الدباغ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية سابقا لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور علي بدوان وهو باحث فلسطيني من دمشق، والدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير من القدس. سينضم إلينا لاحقا الدكتور فايز رشيد الذي وضع مؤخرا كتابا مهما حول تزوير التاريخ للرد على أكاذيب نتنياهو. مرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة. الغضب الساطع آت، قالتها السيدة فيروز منذ سنوات طويلة، ولكنه أتى وانتصر في العديد من المراحل. أهلا بكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا بجميع ضيوفي. أبدأ معك دكتور، هل كلمة نكبة هي فعلا من المؤرخ المعروف قسطنطين زريق؟ أعتقد ذلك، أنه هو أول من كتب حول الموضوع، وكتب كتابا حول هذا الموضوع تحت اسم معنى النكبة، وصدر له. هو من المؤرخين العرب سوري الأصل الذين اهتموا بالقضايا العربية، وكان قد أنشأ جماعة من جماعة القوميين العرب في الأربعينيات والثلاثينيات من ثم انتقل إلى سلك التعليم. إذن هو صاحب كلمة النكبة في التاريخ، ولكن نتحدث قليلا عن الحاضر في بداية هذه الحلقة. معك دكتور أحمد طيبي، أهلا وسهلا بك إلى هذا البرنامج. لنبدأ لو سمحت مما قاله، أهلا بك. لنبدأ مما قاله الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي في اختتام اجتماع طارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى، يعني أخطر الاعتداءات. قال العربي ليست لدى الجامعة أي صلاحيات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. ما رأيك بهذا الكلام؟
من ناحية أدوات جامعة الدول العربية لا تملك أدوات لا لتحريك الأنظمة العربية لا بشكل دبلوماسي ولا بشكل عسكري، ولذلك هو يتحدث ويشخص حالة الضعف، ضعف جامعة الدول العربية هي جسم تمثيلي يأخذ قرارات، غالبا القرارات إذا كانت تنفيذية فهي عربية عربية، أما فيما يتعلق بإسرائيل فكل القرارات لم تطبق، وهو صادق لا يمكن تطبيقها، خاصة أن العرب شاطرين على بعض بما معناه، ولكنهم أضعف من أن يؤثروا بآلية معينة على إجراءات وتعديات إسرائيلية. انظر العدوان الأخير على المسجد الأقصى واعتقال وإهانة مفتي القدس، الاعتقال بهذه الهانة هو صلف، بهذه الحالة هو صلف إسرائيلي، لأنهم يدركون أنه لا أحد يرضعهم، ولذلك يستطيعون أن يعتقلوا مفتي القدس الشيخ محمد حسين فقط لأنه كبر وقال الله أكبر ودافع عن المسجد الأقصى. لذلك أنا لست متفاجئا إطلاقا مما قاله الدكتور نبيل العربي. أستطيع أن أقول وأرجو ألا أغضب الكثيرين، النكبة هي ليست نكبة العرب، فلسطين هي ليست نكبة العرب وما حدث في 48، العرب بمعنى الأنظمة العربية وبعضها عشان أكون دقيق هي نكبة فلسطين، بمعنى النكبة ما كانت لتحصل لولا ضعف وهوان وتواطؤ البعض في 48، وهذا عنصر يجب دائما أن يؤخذ بنظر الاعتبار. على كل حال يعني الجامعة العربية لا تستطيع أن تفعل شيئا لفلسطين، الكلام في الواقع يعني خطير في هذه المرحلة، خصوصا أنه رأينا نخوة الجامعة العربية كبيرة في دخول الأطلسي إلى ليبيا، والآن الدعوة إلى تدخل أيضا من الخارج في سوريا، أليس كذلك دكتور علي بدوان من دمشق؟ أنا كنت متأكد. دكتور أحمد خلينا نسمع الدكتور نعم. علي بدوان ونعود إليك. نعم، هناك مشكلة كبرى لها علاقة بالخطاب السياسي العربي، هناك تراجع كبير في الموقف العام لمنظومة النظام الرسمي العربي، هذا الموقف أثر بشكل كبير على القضايا المتعلقة بالموضوع الفلسطيني، خصوصا منذ انطلاق مؤتمر مدريد عام 1991 في الشهر أيلول سبتمبر. منذ ذلك الحين الحالة العربية في ترهل، الحالة العربية في ضعف شديد، الحالة العربية غير قادرة على الوقوف. كل هذا الضعف والترهل في الحالة العربية وفي الخطاب الرسمي العربي أعطى انعكاساته سلبية علينا كفلسطينيين. لذلك عندما نسمع تعالي الأصوات العربية تجاه موضوع معين وإهمال القضايا الأساسية التي في جوهرها وأساسها قضية فلسطين، تدعونا للتساؤل وتدعونا أيضا لطرح العديد من القضايا الجوهرية التي تقول بأن هذه الحالة العربية الضعيفة والهزيلة لن تؤدي إلى مساعدة الفلسطينيين، أو ولن تؤدي إلى مساعدة من تبقى من شعبنا هناك على الصمود والبقاء، خصوصا في مدينة القدس. طيب ولكن القدس دكتور على سبيل المثال التي ولكن نعم. دكتور نعم. علي اسمح لي بالمقاطعة، حين تتحدث عن الحالة العربية يعني ربما نفضل أن تتحدث عن النظام الرسمي العربي، لأنه بالحالة العربية في مقاومات طبعاً أثبتت أنه قادرة على هزم إسرائيل صحيح. في لبنان وغزة وغيرها. طبعا أنا عندما كلامك تمام صح، أنا عندما أتحدث عن الحالة العربية أقصد النظام الرسمي العربي، لذلك هو خطاب النظام الرسمي العربي وليس خطاب الشارع. خطاب الشارع في واد وخطاب الأنظمة العربية في واد آخر. علينا أن نلاحظ بأن مواقف جماهيرنا العربية على امتداد المنطقة وحتى أصدقاء وحلفاء الشعب الفلسطيني يختلف عن مواقف كثير، أو بمعنى مواقف متقدمة كثيرا عن مواقف الجامعة العربية أو عن مواقف بعض الدول العربية. أعطيك مثلا بسيطا، القدس تعيش لحظاتها الأخيرة، كل أشكال الدعم مغلقة أمام القدس، بينما القدس يستطيع متمول واحد صهيوني مقيم في الولايات المتحدة اسمه أرفين ميسكوفيتش أن يمول عمليات استيطان واسعة، بينما تغيب كل أموال الدعم العربية. وفي الفترات الأخيرة نلاحظ
جحف جفاف ايضا ب يعني توريد اشكال الدعم للمؤسسات الوطنيه الفلسطينيه، هذا له علاقه بالحاله الرسميه العربيه وليس له علاقه بالحاله الشعبيه. طيب. التي نحن جزء منها، وفي نهايه المطاف الشعب الفلسطيني يرتكز ويستند الى هذا الموقف الشعبي الذي هو في جوهره موقف مؤيد ومساند للكفاح الوطني الفلسطيني، ولولا طيب. ذلك لاندثرت قضيه فلسطين لو كانت تحت سلطه هذه الانظمه. طيب دكتور صلاح، عندك كان تعليق على كلام الدكتور احمد طيبي؟ هو تعليق على ما قاله نبيل العربي. نبيل العربي قال إذا سمعت ذلك جيدا أن ليس من صلاحية الجامعة العربية التدخل لردع الاعتداءات الإسرائيلية. هو هنا أنا في تقديري الأمين العام للجامعة العربية يحرف الكلام عن مواقعه ومواضعه. الجامعة العربية لها الصلاحية ولكن ليست لها القدرة، فهو إذن يريد أن يخلط بين القدرة، أن يغطي عدم القدرة بالقول بعدم الصلاحية. وهذا ربما غيروا يعني في لغم في لغم ربما غيروا ربما غيروا صلاحيات الجامعة. يعني ما يجري في الجامعة الله وحده يعلم ما الذي يجري هذه الأيام. طيب حاليا دكتور طيبي، يعني حديث كبير، من هو صاحب القرار العربي الفعلي في القضية الفلسطينية؟ يعني كان معروف في لحظة معينة كان في دول محورية وكبيرة مثل مصر، مثل سوريا، أيضا مثل العراق، مثل اليمن، مثل السودان، مثل الجزائر، كلها كانت تدعم القضية الفلسطينية. في الواقع لو لاحظنا، لو شاهدنا عن قرب، نلاحظ أن هذه الدول فككت أو دمرت أو قسمت أو تعيش أوضاعا صعبة، كل هذه الدول التي دعمت القضية الفلسطينية. اليوم أين هو القرار العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية طالما الجامعة لا تستطيع أن تفعل شيئا كما يقول رئيسها أو أمينها العام؟ لا، هو لا يوجد قرار عربي مركزي يؤثر على القضية الفلسطينية. هناك مواقف منفردة، هناك حد قاسم مشترك أدنى يتفق عليه العرب، ويتأثر البعض من الموقف الأمريكي النظام العربي بهذا الخصوص، ولكن ما زال في هناك قرار فلسطيني مستقل عبر منظمة التحرير. ولكنني أعترف أنه الحالة الفلسطينية اللي فيها انقسام أثرت على قوة وتأثير هذا القرار الفلسطيني، مست باستقلالية هذا القرار، لأنه في هناك كثيرون يلعبون بالملعب الفلسطيني. حلم الأنظمة العربية دائما شرقها وغربها القومي وغير القومي كان على مدى عقود أنه كل واحد يكون له ملعب، جزء من الملعب في الملعب الفلسطيني ليحركوا، ولتكون هذه الورقة، لأنها قوميا القضية الفلسطينية قضية رابحة، هكذا كانت دائما، كانوا يتوجهوا عبر كلمة فلسطين إلى شعوبهم أيضا، ربما ليخدروا شعوبهم وليس لتحرير فلسطين. ولذلك أقول أن لا أرى محركا واحدا للقضية الفلسطينية من الخارج. في هناك قرار فلسطيني لمنظمة التحرير، وفي هناك حالة انقسام، وهذا هو التشخيص. يعني حاولت بعض الدول، منها مصر في لحظة معينة ومنها قطر في لحظة أخرى، أن توحد هذه الفصائل الفلسطينية، وحتى الآن العجز قائم. ما هو السبب دكتور أحمد طيبي؟ السلطة، يعني السلطة بمعنى مش حب السلطة وحب السيطرة والوصول إلى الحكم، وهذا مأخذ كبير على الفصائل الفلسطينية التي لم ترتقي إلى درجة الشأن الوطني العام لتغلب هذا الشأن الوطني العام على المصالح الفصائلية. ونحن دائما قلنا أن حالة الانقسام هي طعنة في ظهر كل فلسطيني، في الشتات، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، في 48، وكل من يحب فلسطين عربيا ودوليا لا يستفيد من هذا الانقسام أحد سوى أعداء فلسطين. أنا أقص عليك قصة قصيرة أخي سامي. أنا عندما كانت المواجهات في غزة خلال الانقسام والمواجهات بين فتح وحماس،
وأنا أسير في البرلمان واجهني أحد غلاة اليمين الذي ما فيش كلام بيني وبينه في الكنيسة، فجأة بادر الكلام قال لي ممكن أحكي لك شيء في الكنيسة طبعا ممكن أحكي لك شيء، قلت له قال لي أتمنى النجاح للجانبين في غزة. يعني هذا يقول كل شيء. صحيح. هذا يقول صحيح. كل شيء يعني طيب. أعداء هذا الشعب هم الذين يريدوا لهذا الانقسام أن يستمر، وأولئك الذين يريدوا أوراقا هنا وأوراقا هناك يغذوا هذا الانقسام. طيب على كل حال اتفضل دكتور. فلسطين يجب أن تكون أكبر من الفصائل، أكبر من حماس وأكبر من فتح وأكبر من الجميع. طيب دكتور صلاح عندك. أنا مع الأستاذ أحمد، وبهذه المناسبة بنتهزها لأحييه والله يعطيك العافية، بس أضيف على الأسباب اللي تفضل شكرا فيها أخي صلاح. السبب الرئيسي هو سبب يتعلق بالوضع الأمني، هنالك اتفاق بل وارتباط بين السلطة وبين الإسرائيليين أو الأمريكان بأنها مضطرة لأن تقمع كل تحرك فدائي ضد إسرائيل، وهذا لا ينسجم بطبيعة الحال بما يقوله المسؤولين في غزة سواء من الجهاد أو من حماس. فإذا المشكلة في أساسها مشكلة صعبة تتعدى طبعا الأسباب اللي ذكرها الأستاذ أحمد هي صحيحة ووجيهة، ولكن هو الأساس الرئيسي في تقديري، السبب الرئيسي هو هذا المانع الأمني الذي ارتبطت به السلطة مع الإسرائيليين ومع الأمريكان في قمع الحركات التي تتوجه ضد إسرائيل. يعني أفهم منك تستثني حماس والجهاد في غزة، وأنه السلطة يعني تتحدث عن رئيس محمود عباس والسلطة طبعاً القائمة حلو. طبعاً لأنه حماس لا ترضى بذلك ولا الجهاد يرضى صحيح. بذلك بل السلطة مرتبطة بذلك. يعني مش عارف أنا، ولكن ربما هناك ظلم للرئيس الفلسطيني أيضاً، لأنه بنهاية الأمر يعني هو دخل من أجل تسوية معينة مع الفلسطينيين رئيس ياسر عرفات، وهو ورث ذلك ويحاول قدر الإمكان ترتيب الوضع، ولكن كل الإشارات تشير أيضا المؤشرات إلى احتمال قيام انتفاضة ثالثة أيضا، وأعتقد أنه هو أيضا وصل إلى حالة من الغضب. على كل حال لو عدنا إلى التاريخ لو سمحتم لي، يعني نحن نتحدث عن النظام العربي حاليا، في الواقع لو عدنا إلى عام 48 سنجد أن النظام العربي كان هو نفسه أنذاك حتى ولو لم تكن كل الدول العربية موجودة. يعني أنا أتحدث عن رجل أحد أبطال تحرير فلسطين السيد عبد القادر الحسيني الذي اشتهر في الواقع في معركة القسطل واستشهد هناك. في الرواية ولو رأينا صورته الآن على الشاشة يكون مناسبا، غادر القدس إلى دمشق في أواخر أذار عام 48 للاجتماع بقادة اللجنة العسكرية لفلسطين التابعة لجامعة الدول العربية. أمل عبد القادر الحسيني أنذاك في الحصول على السلاح ليشد من عزم المقاومين على الاستمرار والاستبسال في القتال. اللقاء بين عبد القادر الحسيني واللجنة العسكرية، يقول الحسيني إن اللجنة العسكرية طلبته بعدم افتعال تصرفات فردية، وأن جامعة الدول العربية أوكلت قضية فلسطين إلى لجنة عربية عسكرية عليا وطلبوه بعدم الذهاب نحو القسطل، فقال ردا عليهم إنني ذاهب إلى القسطل وسأقتحمها وسأحتلها ولو أدى ذلك إلى موتي، والله لقد سئمت الحياة وأصبح الموت أحب أو أحب إلي من نفسي من هذه المعاملة التي تعاملنا بها الجامعة، إنني أصبحت أتمنى الموت قبل أن أرى اليهود يحتلون فلسطين، إن رجال الجامعة والقيادة يخونون فلسطين، نحن أحق بالسلاح المخزن من المزابل، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. فهزئ منه أنذاك رئيس وزراء العراق السابق طه الهاشمي وأخبره أن لدى اللجنة العتاد والسلاح ولكنها لن تعطيه لعبد القادر الحسيني، وستنتظر أو ستنظر بالأمر لاحقا بعد 15 من أيار مايو. كان رد الحسيني عليه: والله يا باشا إذا ترددتم وتقاعستم عن العمل إنكم ستحتاجون بعد 15 مايو إلى 10 أضعاف ما أطلبه منكم الآن، ومع ذلك فإنكم لن تتمكنوا من هؤلاء اليهود، إني أشهد الله على ما أقول وأحملكم سلفا مسؤولية ضياع القدس ويافا وحيفا وطبرية وأقسام أخرى من فلسطين. هذا ما قاله عبد القادر الحسيني عام 48. الآن حين ننظر إلى النظام العربي هل تغير شيء دكتور بدوان؟
نعم، في البداية أود أن أضيف شيئا على ما ذكره الأخ صلاح الدباغ والأخ أحمد الطيبي. الموضوع الداخلي الفلسطيني هو انقسام سياسي وتنظيمي، أحترم الرأي الذي قيل، لكن القضية أعمق من ذلك بكثير. هذا جانب. الجانب المتعلق بموضوع رسالة عبد القادر الحسيني، رسالة حقيقية، يعني عبرت في حينها عن مدى الترهل في الوضع الرسمي العربي الذي أدى إلى ضياع فلسطين في نهاية المطاف. أنا أقول العرب لم يتعلموا من تجاربهم على الإطلاق، أعيد إنتاج الحالة ذاتها خلال السنوات التي تلت النكبة. في الخمسينيات كان الوضع مختلف نسبيا لأسباب لها علاقة بأن معظم الدول العربية كانت خارجة من استقلالها حديثا، وكان هناك حالة كاريزمية في العالم العربي اسمه جمال عبد الناصر. لكن بعد وفاة عبد الناصر الأمور ارتدت إلى الخلف أيضا. ومع ذلك أقول أن هذه الحالة في الخطاب الرسمي العربي أو هذه الحالة في الترهل في الموقف الرسمي العربي لن تكون في نهاية المطاف هي قدر مقدر على الشعوب المنطقة وعلى الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص. لذلك الثورة الفلسطينية عندما انطلقت في 1/1/65 تجاوزت كل هذا الذي حصل في المنطقة العربية، وحتى الآن الانتفاضة الأولى الفلسطينية والانتفاضة الثانية والانتفاضة الثالثة المقبلة لن تأخذ إذن من أحد من العالم العربي، هي بالعكس ستجبر هذا النظام الرسمي العربي ستلوي عنقه لدفعه لاتخاذ سياسات أخرى غير سياسة الاستجداء والهرولة وراء الحلول الأمريكية أو وراء الوعود الأمريكية كما عشنا في الأربعينات والثلاثينات والخمسينات حتى وراء الوعود البريطانية. أنا أقول بأن الحالة العربية تعيد إنتاج ذاتها بشكل أو بآخر، لكن في هذا الظلام الدامس الذي نعيشه هناك أيضا خيوط مشرقة وخيوط أمل كبيرة جدا، منها على سبيل المثال أن الشعب الفلسطيني ما زال في الذكرى 65 للنكبة صامد فوق أرضه في داخل المناطق 48، وأيضا صامد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن فلسطينيين الشتات الذين رأت عيوننا الحياة في مخيمات سوريا ولبنان والأردن اليوم مصممين أكثر من أي وقت مضى بأن حق العودة حق مقدس، حق لا يمكن القفز عنه. وبالتالي فإن يعني الحالة الرسمية العربية لن تثني ولن تلي عنق الشعب الفلسطيني ولن تؤدي بحقوق الوطنية إلى المهاوي في نهاية صحيح. المطاف هذا الوضع العربي المأساوي لابد سينتهي، ولابد أن كفاح الشعب الفلسطيني وحتى هذا الوعي الكبير المتراكم والمختزن لدى أبناء فلسطين في الداخل والشتات سيؤثر على مسار الأحداث. وأعتقد بأن كل الإنجازات المضيئة التي عددتم جزءا منها في بداية الحلقة تؤشر بأن هذا الخطاب والموقف الرسمي ليس هو في نهاية المطاف حكم أبدي على مصائر المنطقة صحيح. وعلى حقوق الشعوب في المنطقة وخاصة منها الشعب الفلسطيني. نحن متفائلين رغم كل ذلك صحيح. واليوم أؤكد بأن هذه الهبات الكبرى التي انطلقت داخل فلسطين في إحياء ذكرى النكبة وفي مخيماتنا خصوصا منها مخيم اليرموك الذي يعيش وضع استثنائي تؤكد بأن هذا الشعب الذي يموت كل يوم قادر أيضا على اجتراح المعجزات ولن يتخلى عن حقوقه، لا كما صحيح. قال وزير خارجية أمريكا في الخمسينات بأن الكبار يموتون والصغار ينسون. على كل حال دكتور بدوان تحدثت عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر سنستمع إليه بعد لحظة. لكن لا ننفي أنه في حالات أخرى أيضا جذبت الشارع العربي خصوصا أنه الرأي العام العربي قلبه ينبض على فلسطين. يعني حين انتصرت المقاومة في لبنان السيد حسن نصر الله كان له بعد كبير في الوطن العربي طبعا. حين تحدث الرئيس صحيح. بشار الأسد في صحيح. قمة الدوحة أنه إسرائيل لا تفهم إلا بلغة الدم أيضا كان في تعاطف كبير معه. حين انتصرت المقاومة في فلسطين إن كانت حماس ولا الجهاد ولا الجبهة الشعبية ولا الديمقراطية ولا الجبهات الأخرى صحيح. طبعا كان صحيح. إلا بعد كبير. دعني دكتور بدوان بعد الفاصل سأستمع إليك لو سمحت، فقط نستمع إلى الزعيم جمال عبد الناصر ثم فاصل وموجز وبعده نعود لمتابعة الحلقة. إن إحنا إيه اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنة 48؟ اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنة 48 إن إحنا دخلنا وإحنا بنقول وحدة الصف، ما كانش فيه وحدة هدف، كان فيه خيانة وكان فيه عملاء للاستعمار وكان فيه رجعية وكان فيه ناس بتاخد أوامر من لندن. الغضب الصوت وعادي
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم من قناة الميادين. نتحدث فيه عن ذكرى النكبة، نتحدث بأمل كبير بأنه الوضع أصبح أفضل، خصوصا أن المقاومات العربية حققت انتصارات كثيرة على إسرائيل في السنوات الماضية، حتى ولو أن النظام العربي الرسمي لا يزال عند حاله منذ أكثر من 50 عاما. في الواقع من يقرأ رسائل الفيسبوك التي وصلتنا الكثير منها عنده أمل بالمقاومة. مثلا هدى عبد الكريم تقول: المقاومة تجعلنا نشعر بكرامتنا وكلمتنا مسموعة، والرجال بشجاعتها لا بتنازلها. أبو مزيد الخطيب يقول: من يوم نكبة 48 ولوقتنا الحاضر كم من النكبات أصابت الوطن العربي، طبعا ليس من مستعمر بل من العرب. سهيل علي: لا سلام تفاوضي أبدا، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. سامح تمارا مصري: أكيد السلاح زينة الرجال، ولكن الكثير يحملون السلاح، بعضهم يوجه سلاحه ضد صدور العرب. خنساء سلام: لا حل إلا المقاومة. ميس أحمد: المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة. نور الورفلي: أكيد المقاومة هي الخيار، لكنها تحتاج إلى الصبر والإيمان بالقضية. سنذكر أكبر قدر بالإمكان من هذه الرسائل في خلال هذه الحلقة. أعود وأرحب بالدكتور صلاح الدباغ، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقا، ومساهم على فكرة في أول خطاب كتبه الرئيس ياسر عرفات رحمه الله في الأمم المتحدة، وربما يقال أنه زوجته ساهمت في إقناع الرئيس عرفات في أن يحلق لحيته قبل الخطاب الشهير. صحيح الكلام؟ في منه شيء. طيب، وأيضا أرحب بالدكتور علي بدوان، باحث فلسطيني من دمشق. هو باحث حاليا ولكنه سياسي دائم، وكان طبعا في قيادة الجبهة الديمقراطية، تركها. لا داعي الآن لذكر كل الأسباب، ولكن ربما في حلقة مقبلة. الدكتور أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير من الناصرة، يحاول قدر الإمكان أن يدافع عن العرب بقدر ما أوتي من قوة من داخل الكنيسة الإسرائيلي، ويخوض معارك كبيرة هناك. وينضم إلينا الآن، انضم إلينا الدكتور فايز رشيد، أرحب به، من الأردن، الذي وضع هذا الكتاب، كتاب مهم جدا في الواقع، تزوير التاريخ، في رد على الكتاب الذي وضعه بنيامين نتنياهو. لك التحية أيضا ولزوجتك المناضلة الكبيرة ليلى خالد، أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور أحمد، دعني أبدأ هذه الفترة الثانية معك أيضا. اليوم باب العمود، القدس قبلها، المسجد الأقصى، ما هو سبب هذه الهمجية الإسرائيلية المتجددة الآن؟ هل من سبب سياسي وراء هذه الهجمات التي يشارك فيها أيضا المستوطنون اليهود؟ لأنها القدس، الهجمة والتكالب على القدس واضح، المسجد الأقصى، باب العمود، والمنظر الذي كان في باب العمود أنا أفتخر به. هؤلاء الشباب الذين وقفوا ليحيوا الذكرى 65، و يقاوموا ويواجهوا شرطة الاحتلال بشكل سلمي حضاري، والعنف كان من طرف شرطة الاحتلال، ليرسلوا رسالة إلى أنه القدس ليس بأهلها، ليست خاملة، وهناك فيها طاقات وروح مقاومة ترفض الخنوع للوضع القائم. المسجد الأقصى، هناك كل فترة في هناك جماعات يمينية متطرفة أو جماعات يمينية تريد كسر ستاتوس كفو، الأمر الواقع، ربما لتغييره. وإذا وجدوا إمكانية للتغيير طبعا سيغيروا ذلك لصالحهم، ولذلك الوقوف أمام هؤلاء هو واجب، بمعنى منعهم. كان في اقتراح قبل يومين من أحد النواب اليمين من حزب البيت اليهودي ببناء مصلى لليهود داخل باحات المسجد الأقصى، ولذلك عينهم على المسجد الأقصى وساحات وباحات المسجد الأقصى لتغيير معالمه وتغيير الوضع القائم. أعود دكتور أحمد، ما قاله أخي علي. نعم دكتور أحمد، الكلام إنه القدس، عفوا اسمح لي، كلامك مهم جدا ومعبر الآن. يعني هل الخطر الآن اليوم على القدس أكبر مما كان عليه قبل سنتين أو ثلاثة أو أربع؟ ما هو الجديد؟ هل في طرح جديد إسرائيلي الآن بشأن القدس؟ التهويد في تسارع أكثر أخي سامي، التهويد متسارع أكثر، ولذلك خطر تهويد القدس أكثر مما كان قبل سنوات، لأنه البناء لم يتوقف، بناء الاستيطان
في أحياء القدس المختلفة، مصادرة الأراضي، تفريغ بيوت الفلسطينيين من أهلها في الشيخ جراح، في سلوان وغيرها، والطور وغيرها، والبلدة القديمة، لم يتوقف للحظة. وأنا أعود وأكرر ما قلته وذكره علي، هناك ملياردير إسرائيلي واحد موسكوفيتش، ملياردير يهودي، يصرف على تهويد القدس أكثر مما تصرفه الأنظمة العربية أو جامعة الدول العربية التي تعد كثيرا، وغالبا لا تصل هذه الأموال إلى أهالي القدس والمقدسيين. في حالة الوضع المالي للأنظمة العربية، وهو وضع مالي ممتاز، أفضل من وضع المالي لإسرائيل، إن هيني أؤكد لك ذلك، بالإمكان منع تفريغ وطرد أي عائلة فلسطينية من أي منزلها بالمال، بتثبيت الناس وبشراء أكثر، مش بس منع التفريغ ومنع التفكيك ومنع الطرد، بشراء منازل، بإعطاء الناس آلية وأدوات وإمكانيات للصمود. الناس بدها تصمد، والمقدسيين مستعدين، وفي عائلات تسكن في غرفة وغرفة ونص لكي لا تترك البلد. ولذلك المطلوب من العالم العربي ومن الأنظمة العربية ومن بيده مقدرات أن يثبت أن شعار صمود القدس ودعم القدس هو ليس مجرد شعار، وإنما شيء ملموس. المقدسيون لا يشعرون بذلك، أنا أقول هذا بمرارة وألم كبيرين. ربما هذا ليس من صلاحيات جامعة الدول العربية. دكتور فايز رشيد، تزوير التاريخ في كتابك في الرد على كتاب نتنياهو، قل لي أين زور نتنياهو التاريخ في كتابه، وما هي الآراء التي ربما تبناها بعض العرب نقلا عن نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين وفيها تزوير كبير؟ يعني عدد لنا بعض الأمثلة لو سمحت. بداية، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أستغل هذه المناسبة لأقدم تحية إلى شعبنا الصامد في الأجنحة فلسطين في 48 وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي الشتات أيضا. في تقديري أن نتنياهو يصعب أن تجد ما لم يزوره نتنياهو في هذا التاريخ. المسألة أنه نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس عمليا ينكر وجود القضية الفلسطينية تماما، يقول أن هذه القضية جرى اختراعها بعد عام 1967، و يعني يردد الأضاليل والأساطير الإسرائيلية التي تقول أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن فلسطين كانت خالية تماما من السكان ومن أي من الحضارات. لا يعترف أن الصراع في المنطقة أو المركزي هو الصراع بين العرب والكيان الصهيوني، وإنما يعيدها إلى صراعات أخرى، صراعات جانبية، هو لا يعتبر هذا الصراع صراعا أساسيا. المسألة الأخرى التي يقولها أن العرب لا يمكن أن يجري التعامل معهم إلا من خلال لغة القوة. المسألة الأخطر أن أرض إسرائيل الكبرى والهدف الصهيوني الكبير عمليا لا يزال يتخيل نتنياهو، وإن لم يكن هناك في يعني سيطرة جغرافية فلا أقل من السيطرة الاقتصادية على هذا الوطن. وهو قال أيضا كمان الوطن في كتابه العربي المقصود، كل نعم. هذه الأضاليل يرددها نتنياهو في كتابه. ولكن الأخطر أيضا أنه قال في الكتاب دكتور فايز، قال في الكتاب أيضا أنه الأردن بنهاية الأمر هو الوطن البديل، وأنه لا دولة فلسطينية، وإنما هناك بعض المناطق مثل غزة وربما يعني أريحة وبعض مناطق الضفة. يعني وهو لا يؤمن أبدا في يعني كتابه بقيام دولة فلسطينية.
بالتأكيد هو لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني أصلا، يعني هو يعتقد أن الضفة الغربية التي يسكنها فلسطينيون هي منة إسرائيلية على الفلسطينيين، كونها إسرائيل أتاحت لهؤلاء السكن في هذه المنطقة. الضفة الغربية يهودا والسامرة في عرف نتنياهو. أستاذ سامي، في تقديري أن هذه المناسبة اللي هي 65 عام على النكبة بيسوى أن نستعرض المتغيرات الإسرائيلية بعد 65 عاما على النكبة. إلى أين وصلت إسرائيل في هذه المرحلة؟ ما الذي تغير فيها؟ هل صحيح أنها جنحت إلى السلام؟ هل صحيح أن هناك تحولات في الحركة الداخلية الإسرائيلية بعيدة عن الأساس التوراتي التلمودي العنصري، العنصرية في إسرائيل؟ إلى أين امتدت؟ إلى أين هي الآن؟ على أي درجة هي الآن؟ طيب. السؤال الأبرز والأهم، هل يمكن بناء سلام مع هكذا دولة تثبت يوميا أنها عدوانية تسلطية تريد استسلام عربي فلسطيني وتريد فرض التسوية الإسرائيلية على الوسط العربي؟ طيب. في تقديري مع الاحترام الكبير لما طرحت حول الكتاب، لكن يعني يستطيع القراء أن يقرأوا هذا الكتاب. في تقديري المواضيع اللي طرحتها يعني أهم بكثير أيضا من موضوع الكتاب. صحيح. على كل حال يعني لديك أسئلة مهمة جدا، ولو كنت عارف هكذا كنت جبتك محلي، يعني تقدم البرنامج، عندك أسئلة مهمة جدا في الواقع. في مسألة العنصرية دكتور، لا 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 أنا بعيد عن بعيد، لا أنت سيد البرنامج يعني. الله يحفظك. في مسألة العنصرية هناك قرار مهم جدا دكتور صلاح، يعني في 10/11/75 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 3379 الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. كان القرار مهما جدا ودافع عنه الفلسطينيون والمناضلون العرب. نكتشف أنه بعد انقضاء 16 عاما استطاع القائمون على الأمم المتحدة وبتأثير معروف شو أسبابه أن يلغوا هذا القرار نهائيا في تاريخ 17/1/91، يعني قبل عامين من اتفاقية أوسلو، والذريعة أنه القرار يتناقض مع مساعي السلام. طيب ماذا فعل العرب لوقف مثل هذا القرار؟ أنه إسرائيل بطلت عنصرية، لم تعد عنصرية، الصهيونية لم تعد عنصرية. هذا الموضوع للحقيقة بيطرح، يعني أنا أسألك كقانوني وكمحامي. نعم. طبعا قرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية. أولا لابد من توجيه التحية للذي قاد جزء من هذه المعركة، المرحوم الدكتور فايز صايغ، وهو أخ للمرحومين يوسف وأنيس صايغ، وقاد هذه المعركة آنذاك مع آخرين. المهم، العبرة من أخذ هذا القرار ثم الرجوع عنه أن لا نعول كثيرا على قرارات المجلس الأمن والأمم المتحدة. أنا معك، ولكن لماذا ألغي؟ لأنك لا، لتغير موازين القوى. طب والعرب لم يفعلوا شيئا ولم ينتبهوا؟ لا، لم يفعلوا شيئا، لأنه في عام 91 تراجع العرب، الأنظمة العربية تراجعت. بس خليني، مش كانت متقدمة قبل يعني 91؟ لا، كانت أقل تراجعا. طيب خليني بس أقول لك، هناك بعض من الفصائل الفلسطينية وبعض من في السلطة الفلسطينية الذين ينادون دائما بالشرعية الدولية، وهذا خطأ، لأن الشرعية الدولية لم تعد قانونا صرفا، إنما هي موضوع، أصبحت موضوعا سياسيا يعكس توازن القوى في المؤسسات الدولية. القانون الدولي يشهد تراجعا شديدا هذه الأيام. لا، ولكن في مسألة خطيرة دكتور صلاح، يعني أولا هذا القانون المهم كان الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية ألغي، والآن ما الذي يمنع من إلغاء قرار العودة مثلا؟ من هنا أقول أن عندما نعول على قرارات الشرعية الدولية، إذا ألغي هذا القرار فهل يسقط حقنا في العودة إلى فلسطين؟ من هنا الخطأ الشديد الذي ترتكبه بعض الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عندما تقول بقرارات الشرعية الدولية. طب إذا رجعت الشرعية الدولية، الأمم المتحدة رجعت عن هذا القرار،
فماذا يكون ردك؟ إذا لا نحول على القرارات الدولية. لا طبعا. طب مش معترفة بإسرائيل الشرعية الدولية؟ إذا اعترفت بالمستوطنات، وإذا اعترفت بيهودية الدولة، وإذا اعترفت بيهودية الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 48، شو بتقول؟ تصبح شرعية دولية؟ على كل حال سنسأل الدكتور الطيبي بعد قليل عن مسألة تهويد واليهودية الدولة لأنه مهم وهو في قلب هذه المعركة. دكتور علي بدوان، ديفيد بن غوريون يقول لو كنت رئيسا عربيا لما وقعت ولا أوقع اتفاقية سلام. يتحدث عن إسرائيل أنه لا يوقع اتفاقية سلام مع العرب لو كان رئيسا عربيا. طب السؤال اليوم بعد 65 عاما على النكبة، هل السلام المفاوضات خدمت أكثر أم المقاومة؟ يعني على الأقل ببعض الأمثلة. نعم، بالطبع خيار المقاومة يبقى هو الخيار الأساسي بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للأمة العربية. عندما نتحدث عن خيار المقاومة لا نعني المقاومة بشكل واحد فقط، نعني كل أشكال المقاومة. رفض التسوية مع إسرائيل أو مع الدولة العبرية بالشكل الذي تحاول أن تمليه الإدارة الأمريكية والغرب الأوروبي جزء من المقاومة أيضا. العمل الانتفاضي في الأراضي المحتلة مقاومة، العمل الفدائي المسلح مقاومة، كل هذه أشكال المقاومة كان وما زال يجب أن تكون هي الخيار الأساسي. أما قضية التسوية السياسية، هذه التسوية تمليها موازين قوى على الأرض، لكن هذه الموازين قوى ليست مؤبدة وليست هي نهاية المطاف من يقرر مسار القضية الوطنية للشعب الفلسطيني. هذا هو حال قرارات الشرعية الدولية التي تحدث عنها الدكتور صلاح الدباغ. عندما أخذت هذه القرارات أخذت في ظل توافق دولي عام 47 48 49 وصولا إلى السنوات الأخيرة، لكن التهتك بالحال العربية المستمر خاصة بعد حرب تشرين وأكثر بعد كامب ديفيد الأولى وأكثر بعد كارثة حرب الخليج الأولى والثانية، كل هذا التهتك أدى إلى النتائج التي كان منها مثلا من ثمارها أن ألغي القرار الذي قال بأن الصهيونية هي شكل أشكال العنصرية. علينا أن ننتقد أنفسنا نحن كعرب، أقصد على المستوى الرسمي، لنعرف بأننا نحن الذين ارتكبنا الآثام الكبرى بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. العالم لا يحترم إلا كل من يفكر بعقل منفتح ويدافع عن مصالحه ويدافع عن يعني قضايا الوطنية. أما من لا يسأل عن هذه القضايا بالتالي سيجد نفسه أمام قرارات دولية جائرة تدفع نحو يعني أخذ ما تم اكتسابه بفعل نضالنا السياسي والعسكري في الساحة الفلسطينية على سبيل المثال. طيب سيقولون لك أنه السلام نعم. عاد فلسطينيين إلى الداخل وعاد الرئيس ياسر عرفات. نعم. نعم. وعاد جزء صحيح. لا بأس به من الفلسطينيين. نعم. سأقول لك في هذا المجال الذي جرى حتى الآن لا ليس عملية سلام، هناك عملية تسوية تجري في المنطقة وعملية التسوية محكومة بموازين قوة وليست هي بالنهاية فصل الختام بكل شيء. هناك جانب مهم من اتفاقيات أوسلو لم ينكره أحد، أنا أقول بأن هذا الاتفاق كما قال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعلى مسامع الجميع عدة مرات في تونس وحتى في القاهرة أن اتفاق أوسلو لديه ألف عيب وعيب، لكن هناك نقاط مضيئة بأننا استطعنا أن ننقل جزء كبير من المعركة إلى داخل فلسطين وأن يتم إدخال جزء كبير من كوادر المقاومة الفلسطينية بما في ذلك قيادات مؤثرة وهي قيادات يعني وكوادر وسطى ساهمت بإطلاق شرارات الانتفاضة الثانية خصوصا بالنسبة للعمل الفدائي المسلح. فهناك نحن نأخذ الأمور بطريقة ديناميكية حية وليس بطريقة جامدة إما وإما. التسوية السياسية لا تعني بأن كل شيء انتهى، وأنا هنا لا أدافع عن تسوية، أنا أدافع عن خيارات متعددة. يجب أن نفتح قوس الخيارات الوطنية الفلسطينية بما في ذلك خيارات المقاومة بكل أشكالها الممكنة. أما أن نجلس وأن نعيش على الأوهام بأن الأمريكان سيأتوا بالجديد، قلنا بأن بوش الأب وبوش الإبن والبعض راهن على أوباما في الدورة الأولى والآن في الدورة الثانية، البعض وزع الأوهام على الجميع والآن جون كيري وزع أوهام على المنطقة وعلى ربما ننتظر أوباما البنت يمكن بعد بوش الإبن. طيب طبعا وأن جون كيري الآن سيأتي بالجديد. والمضحك أن الإدارة الأمريكية الحالية نفسها قبل سنتين دعت لمفاوضات سمتها مفاوضات التقريب أو مفاوضات الاستكشاف لأنها تريد أن تستكشف ماذا يريد الفلسطينيين. طيب. بالفعل تحولت الأمور إلى مهزلة. اسمح لي أنتقل في المنطقة. أوكي. اسمح لي أنتقل إلى الدكتور أحمد نعم. الطيبي أيضا مجددا. دكتور أحمد الآن هناك طرح عربي طرح في واشنطن
من قبل اللجنة العربية المكلفة بعملية السلام مع إسرائيل. وقيل أنه الذي طرح هو تبادل أراضي وفق العودة إلى عام 67، بغض النظر عن المعلومات غير المتوفرة تماما عما طرح في واشنطن، ولكن أنا أريد أن أستفيد من خبراتك في الكنيسة الإسرائيلي. كيف يفكر الإسرائيلي في العرب حين يطرحون هكذا مبادرات مجانية للسلام؟ هل فعلا يقتنع أكثر بالسلام؟ بالعكس. سؤال مهم، ولكني أريد أن أستمر من حيث انتهيت في موضوع الصهيونية إذا سمحت لي. وإذا ما سمحت أنا أريد أن أذكر ما هي الممارسات الصهيونية العنصرية التي لم تتغير. مثلا مصادرة الأراضي من العربي ونقلها لليهودي، تهويد الجليل وتهويد القدس. التهويد معناه تفريغها من سكانها الأصليين اللي هم الفلسطينيين والعرب، والإتيان بمهاجرين يهود، وهذا هو التهويد. مبدأ ما يسمى جئولات كركع، إنقاذ الأرض. إنقاذها من مين؟ إنقاذها من صاحبها الأصلي العربي وتحويلها إلى اليهودي، اليهودي الجديد الذي طرأ جديدا بعد 48 على هذا الوطن. إذن هذه الممارسات لم تتغير، وقمة ذلك ما تفضلت به هو تعريف إسرائيل بأنها دولة اليهود أو دولة يهودية، تكريسا للدونية القانونية والمكانية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل بالمقارنة مع الغالبية اليهودية في هذه البلاد. إذن الممارسات هي التي تحكم. العرب لا يتحدثون، ربما بعض العرب يخجلون في هذا في هذه الحقبة عن هذه الأوجه للصهيونية. أنا اسمي أحمد الطيبي وأنا عضو كنيست، وأقول لك أن هذه الممارسات الصهيونية هي ممارسات عنصرية ونحن ضحاياها، ونحن نواجه هذه الممارسات العنصرية بشكل يومي إلى جانب سن القوانين بشكل متسارع في الكنيسة التي في الدورة السابقة وهذه الدورة بالعشرات بشكل غير مسبوق عما كان في الماضي. أما في نقطة الشرعية الدولية، وهنا يسمح لي الدكتور صلاح أن أختلف معه، الشرعية الدولية عندما تقول منظمة التحرير الشرعية الدولية أو السلطة الفلسطينية تتحدث عن 194، عن إنهاء الاحتلال، عن قرارات بإقامة الدولة الفلسطينية، السلطة والمنظمة التحرير لا تتحدث عن الشرعية الدولية لقرارات هي معادية للحق الفلسطيني أو لقرار إلغاء اعتبار الصهيونية. أما إذا حدث في المستقبل وتغيرت هذه القرارات وانقلبت من تأييد من معارضة الاستيطان لتأييد الاستيطان ومعارضة استمرار الاحتلال لتأييد بقاء الاحتلال، فلكل وقت حسابه، ولذلك ستتوقف هذه الشرعية عن أن تكون شرعية دولية. فيما يتعلق بالمبادرة، وكيف يفكر المبادرات العربية، المبادرة السلام العربية، مبادرة السلام العربية عندما طرحت أرييل شارون وضعها على الرف، وهناك من يقول أنه لو كان حكيما لقبلها لأنه اقتراح تاريخي بالنسبة لإسرائيل وقبولها بالمنطقة. وبنيامين نتنياهو لم يتغير على فكرة، بالرغم من أنه معروف بانتهازيته السياسي، هو رجل مع أيديولوجية يمينية. اللي حكاه أخي فايز صحيح، الرجل لا يؤمن في قرارة نفسه بوجود قضية فلسطينية عادلة وشعب تحت الاحتلال، لا، هو ينظر إلى أرض إسرائيل الكبرى ويضطر أحيانا إلى الحديث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومؤخرا تحدث عن الخوف الحقيقي اللي أنا بقوله، أنه إذا لم يكن هناك تسوية من الجانب الإسرائيلي، هو قال بنيامين نتنياهو أول مرة يقول ذلك، إذا لم نتوصل إلى تسوية فستكون دولة ثنائية القومية، يجب أن نمنع ذلك. هذا كلام مهم أن يصدر عن بنيامين نتنياهو، لأنه يتحدث عن عامل الوقت الذي في الماضي كان يعمل لصالح إسرائيل والآن هو يعمل ضد صالح إسرائيل ولصالح العرب. أنا أقول بذلك لأنه الصبر العربي أطول، روح المقاومة العربية أطول. العرب يعني بهمش، اسمحوا لي استعمل هذا، أكثر من الكرد الله ما سخط. يعني بما معناه يوجد لديهم ما يخسروا لإسرائيل أكثر مما يوجد
لدى العرب والشعب الفلسطيني أن يخسروا. ولذلك كل شيء المستقبل ليس قاتما كما تفضلت في توطئتك الكريمة والرائعة. كل شيء أطول إلا الوقت أقصر. مضطرون للتوقف قليلا بعد الفاصل. أيضا سأسألك، هل أنت كنائب عربي في الكنيسة الإسرائيلي تعيش عنصرية بعد 65 عام من النكبة؟ وسأسأل أيضا الدكتور فايز رشيد، هل يقبل غدا ربما أن تقوم السيدة ليلى خالد بخطف طائرة جديدة في حال توفر الإمكان لذلك كما فعلت قبل سنوات من أجل نصرة الشعب الفلسطيني؟ وطبعا سنسأل ضيوفي الكرام عن مواضيع أخرى، خصوصا أنه الهجرة المعاكسة من إسرائيل أيضا كبيرة، ما يعني أن وضع إسرائيل ليس بالشكل الذي يعتقده البعض. ابقوا معنا لو سمحتم عبر لعبة الأمم وقناة الميادين. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين. أرحب مجددا بضيوفي الكرام، الدكتور صلاح الدباغ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقا، ومعنا أيضا الدكتور علي بدوان باحث فلسطيني من دمشق، الدكتور أحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير من الناصرة، والدكتور فايز رشيد من عمان. فايز رشيد هو طبيب ولكن أيضا مهتم جدا بالسياسة، وضع كتابا جيدا بعنوان تزوير التاريخ. دكتور صلاح، دعني أبدأ معك هذه الفترة الثالثة، يعني بعد 65 عاما على النكبة لا يجد النظام العربي الرسمي سوى مبادرة عربية بتبادل أراضي عبر حدود 67. يعني هل هذا طبيعي بعد كل الذي حصل، أنه تنازل بعد تنازل بعد تنازل، بالأول الأرض مقابل السلام، ثم فيما بعد الحرب مقابل الأرض، ثم فيما بعد سلام مقابل سلام، ثم فيما بعد أراضي مقابل أراضي، الآن يعني بدأ يضيق وضع فلسطين، شو بعد في منها بنهاية الأمر؟ أولا هذا الموضوع ليس مستغربا عن النظام العربي الرسمي، فهو كما تفضلت تنازل بعد تنازل بعد تنازل. والغريب هنا يحضرني أنه سنة 48 لما اجتمعت الدول العربية لإقرار دخول الجيوش العربية إلى فلسطين، في هذا الإعلان الرسمي ذكر أن فلسطين هي وديعة مقدسة في عنق الدول العربية. فيعني إذا قست ما كان يقال عام 48 وما يحصل الآن، ترى هذا التنازل المستغرب والمستغرب جدا. أولا إذن هو في سلسلة هذه التنازلات، حتى المبادرة العربية لو لم يكن الرئيس لحود آنذاك إيمين لحود الذي طالب بحق العودة، لما ذكروا حق العودة في مبادرة السلام كان سيلغى العربي. صحيح لو لم في يتصدى 2002. لم يتصدى لهم آنذاك الرئيس لحود، وهذه مكرمة تسجل له. على كل حال هذا ليس من حقهم أولا، أن هم لا يملكوا فلسطين. فلسطين هي ملك للأمة العربية بأسرها هي، فإذا هم لكن كان معهم ممثل السلطة الفلسطينية في واشنطن. طيب وما أدراك يعني تنازلات السلطة الفلسطينية الواحدة بعد الأخرى، الواحدة والأخرى. يعني على كل حال
التنازل السلطة الفلسطينية لا يمنع عن لا يحجب حق الفلسطينيين في اتخاذ المواقف التي يريدونها. طيب في قراءة هادئة، ما الذي كان يراد منه في واشنطن حين تم أو قدم الوفد العربي هذه المبادرة الجديدة؟ تم تقديم تنازل لإسرائيل. طب السبب؟ السبب في شيء عربي بحب يقدم تنازلا مجانيا هكذا يعني؟ تملقا للأمريكان. العرب يعتقدون أنهم كل ما تنازلوا لإسرائيل كلما أخذوا رضا الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا وقع. هذا صحيح. أنهم كلما تنازلوا عن القضية الفلسطينية أو لمصلحة العدو كلما نالوا رضا الأمريكان، لأنه الذي لم يتنازل حصل عنده ما حصل. يعني لنلاحظ من دعم القضية الفلسطينية، يعني في العراق. نعم. دمر العراق، مش هيك؟ اليمن كان الفلسطينيون يتدربون فيه. صحيح. الجزائر نفس الشيء، السودان، سوريا الآن، يعني كل هذه الدول، لبنان وما أدراك ما لبنان، ما الذي حصل فيه. طيب في العودة إلى التاريخ لو سمحتم لي، من كتاب إيلان بابي، وهو أفضل من كتب عن التطهير العرقي في تاريخ إسرائيل، وهو بالمناسبة يعني يهودي، يقول: أعلنت القيادة الصهيونية صراحة قبل شهرين من نهاية الانتداب أنها ستسعى للاستيلاء على البلد وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة. كانت الوكالة اليهودية أواخر عام 46 قد شرعت في مفاوضات مكثفة مع ملك الأردن عبد الله، وتوصل بعد الحرب العالمية الثانية إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الوكالة اليهودية بشأن كيفية اقتسام فلسطين بينهما بعد انتهاء الانتداب بين الملك عبد الله وبين إسرائيل. وعد الملك عبد الله ألا ينضم إلى أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل. إن هذا الاتفاق الضمني مع الأردن شكل من نواحي عديدة الخطوة الثانية في اتجاه ضمان أن تتقدم عملية التطهير العرقي من دون عوائق. يعني نلاحظ أنه أيضا العديد من المسؤولين العرب للأسف الشديد يكررون الشيء نفسه ربما اليوم مع إسرائيل. ولكن في التاريخ أيضا بعض المحطات المشرقة، نذهب إلى المملكة العربية السعودية، إلى الملك فيصل مثلا. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومما ابتلي به. فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ هذا كان الملك فيصل. تغيرت الأحوال. دكتور فايز رشيد، تتحدث عن إسرائيل وأنه تراجع وضعها كثيرا عن السابق، هل لك أن تذكر لنا بعض الأمثلة يعني بعد 65 عاما على النكبة؟ صديقي والأساتذي جميعا، باعتقادي يعني أنني بحاجة إلى ثلاث نقاط للتعليق على ما ورد. أولا، بالنسبة للعنصرية الإسرائيلية، في تقديري كرأي شخصي إسرائيل وصلت إلى ما بعد العنصرية. طبيعة التحولات القائمة داخل الشارع الإسرائيلي تسير باتجاه متصاعد كثيرا نحو اليمين، وانتخابات الكنيسة في الدورتين الأخيرتين تدل على ذلك. إسرائيل في خلال يعني 62 عاما أصدرت 32 قرارا تمييزيا بحق العرب في السنتين الأخيرتين فقط، يعني أصدر الكنيسة الإسرائيلية 8 قوانين. والأستاذ أحمد الطيبي يعرف ويدرك أنه في يعني قبل أسبوع من الآن تم تقديم مشروعي قرارين إلى الكنيسة الصهيونية يستهدفان عرب 48. إذن الجانب الأول للتحولات الصهيونية في الشارع الإسرائيلي هي أصبح الكيان في مرحلة ما بعد العنصرية. واحد. المسألة الثانية، طبيعة التحولات
نحو اليمين. المسألة الثالثة أيضا اللي هي أدلجت العنصرية من خلال قوننتها، وأنا أعي ما أقول من زاوية هذا التعبير، الكثير من المظاهر العنصرية الإسرائيلية تتخذ شكل القانون. إسرائيل الآن على عوامل الضعف العربي للأسف القائم حاليا، يعني تكاد يعني تفرض استسلاما على الفلسطينيين والعرب. للأسف التنازلات العربية لم ولن يكون لها تأثير سوى إلا أن تؤدي إلى المزيد من التنازلات. أختلف مع الأخ علي بدوان في أن كارثة الفلسطينيين الأولى كانت توقيع اتفاقيات أوسلو. توقيع اتفاقيات أوسلو كانت كارثي وستظل كارثي إن لم تلغى. يعني الحق الفلسطيني، دعني أقول وأنا لا أستعمل أرجوك لغة خشبية، الحق الفلسطيني في فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، الحق الفلسطيني في صيدا، في صفد، وفي حيفا، وفي عكا، وفي الطيري قبل أن يكون في قلقيلي وفي نابلس. طيب. هذا ليس لغة خشبية. دكتور رشيد اسمح لي. لا فقط يعني فقط لكي نكمل فيما يتعلق دكتور رشيد يعني فقط لكي نكمل لأنه الوقت بدأ يصل إلى أواخره، ربما تزعج قليلا الدكتور علي بدوان، ولكنك أفلجت صدر الدكتور صلاح لأنه مثلك يعني. طبعا السؤال هو قلت حضرتك في كتابات سابقة أنه إسرائيل أيضا تراجعت كثيرا، سألتك عن بعض الأمثلة للتراجع الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية. يعني التراجع الإسرائيلي في تقديري أن هناك يعني معرفة إسرائيلية لحجم إسرائيل يعني في المنطقة. يعني ما تفضلت فيه وقلت وتفضل به المشاركون من أن المقاومة العربية، ونعم نقول المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، أحرزت نصرا على العدو الصهيوني في عامي 2000 و2006. إذن إمكانية التراجع اللي شكلته إسرائيل هو عمليا يكمل في الآتي: مبدأ إسرائيلي كان اللي هي نقل المعركة إلى أرض العدو، الآن ليس بإمكان إسرائيل تطبيق هذا المبدأ، لأنه ما تحتله من أراضي في منطقة 48 عمليا هو تحت نيران المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والمقاومة العربية أيضا إذا قدر لها. التراجع الأخير، نعم في إحصائيات كثيرة يا سيد الفاضل، منها إحصائية أجرتها جريدة هارتس، 40% من الإسرائيليين يودون الهجرة إلى إسرائيل، يودون الهجرة من إسرائيل. أبراهام بورغ في حديث صحفي لجريدة عوت أحرنوت في عام 2007 يعني حكى بالحرف الواحد أن إسرائيل هي ظاهرة عابرة مثل الهيكل الأول والهيكل الثاني. طيب دكتور رشيد، الباحث الإسرائيلي والمؤرخ فقط يعني اسمح لي، أنا مضطر سامي ميخائيل مضطر لمقاطعتك، قل ما قاله سامي ميخائيل بشكل ميخائيل يعني قال إنه يعني على الإسرائيليين أن يستصدروا جوازات سفر أجنبية. المقصود القول أن عظمة هذا المشروع تملك في أحشائها إمكانية تدمير هذا المشروع. طيب. نعم. سؤال أخير دكتور فايز، يبدو بعيدا للكثيرين لكن النصر أيضا يعني أيضا قريب. فايز دكتور فايز، أنا وعدت المشاهدين بسؤال لك وأريدك أن تجيبني فقط لو سمحت بنعم أو لا. تفضل. هل لو السيدة ليلى خالد زوجتك العزيزة، أولا أنا مع أي، ما بدك تسمع السؤال. طيب. أنا مع أي عمل. ليلى هي الزوجة، هي الحبيبة، هي الرفيقة أيضا. ولو شاءت
أن تفعل ما تفعله لا يمكن أن أقف حجر عثرة في طريقها. طيب. لكن عمليا قطف الطائرات هو مرحلة من مراحل النضال الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. طيب. طيب. أوقفت طيب. هذا الفعل. طيب. أوقفت هذا العمل. طيب دكتور أحمد طيبي لو سمحت لي يعني دكتور رشيد يعني اسمح لي مهمة ثانية فأنت موافق فهمنا الكلام شكرا جزيلا لك أدي مهمة ثانية فأنا جاهز طيب ممتاز دكتور أحمد طيبي هل أنت نعم. كنائب عربي في الكنيسة الإسرائيلي تشعر بعنصرية إسرائيل لأنه الآن في عدد من الكتاب العرب يقولون والله إسرائيل دولة ديمقراطية يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها كما يشاء يكتب ما يشاء ضد الحكام ضد السلطات هل حضرتك تشعر بالعنصرية داخل الكنيسة؟ بطبيعة الحال وأنتم وتحديدا أنتم في الميادين تواكبون نشاطنا ونضالاتنا في الداخل وما نتعرض له أنا وزملائي أولا أنا رفعت حصانتي قبل عدة سنوات نظرا لدخولي مخيم جنين إبان المجزرة ثانيا منعت نزلوني على المنصة نظرا لموقف منعت من تقديم قانون النكبة مجرد تقديمه إلى الكنيسة لأسباب سياسية عنصرية أبعدت عن الجلسات الكنيسة عدة مرات إلى جانب التهديد شبه الأسبوعي إذا لم يكن اليومي بالقتل تصلنا تهديدات عديدة والاعتداءات التي واكبتموها وشكاوي فقط لمجرد موقف يعني عندما كشفنا موضوع مثلا وحدات الكلاب التي يتدرب عليها جيش الاحتلال ضد كل من يقول الله أكبر وقلنا لهم الله أكبر عليكم قدمت شكاوي وهجمنا مباشرة ونحن من صح دكتور أحمد ونحن زملاء ونحن تبنينا هذا الشعار حين تقول الله أكبر عليكم ووضعناه بشكل دائم على الشاشة أشكرك جزيل الشكر في الواقع انتهى الوقت يعني أنا آسف جدا أشكركم على ذلك دكتور علي بدوان سؤال عن حق العودة الآن كل التقارير الإسرائيلية حتى تؤكد أنه حتى تقرير وزارة الهجرة الإسرائيلية أن عدد المهاجرين اليهود من فلسطين المحتلة وصل في حكومة نتنياهو إلى قرابة 1 مليون شخص وأن السبب في هذه الهجرة العكسية الذين هاجروا يعود إلى تخوف المستوطنين من أي مواجهة مقبلة اقترح نتنياهو فرض غرامات على الإسرائيليين عن كل من يهاجر وأظهر استطلاع أجراه المجلس الصهيوني أن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين يفكرون أكثر من أي وقت مضى بمغادرة الدولة العبرية بشكل سريع لو سمحت لأنه جد انتهى الوقت حق العودة هل يخشى عليه بالنسبة للفلسطيني أن يلغى بتآمر عربي إذا صح التعبير؟ أولا دكتور فايز أنا معه في الكلام الذي تفضل به أعتقد بأن لغته لغة وطنية واقعية أنا لا أدافع عن اتفاق أوسلو نهائيا حقنا الوطني والتاريخي خصوصا على أرض فلسطين التاريخية من بحرها لنهرها حق لا يمكن المساومة عليه لذلك أقول بأن هناك مؤامرة كبرى على حق العودة هناك مؤامرة كبرى من أجل تفتيت وتشتيت الفلسطينيين الذين موجودين في المخيمات في الإطار المحيط بفلسطين ما تتعرض تعرض له المخيمات في الفلسطينية في سوريا جزء من هذه اللعبة الكبرى التي يراد منها في نهاية المطاف شكرا لك لاجئي الشتات وبالتالي طمس حق العودة شكرا لك دكتور علي بدوان في الواقع هذا موضوع مهم جدا سنناقشه في حلقة مقبلة إن شاء الله معك ومع الدكتور صلاح لأنه أيضا لديه الكثير من الجوانب القانونية والحقوقية لم يتسنى لنا مناقشتها في هذه الحلقة نختم مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ما قاله وهو في الكهوف يقاتل عام 68 كان صديقك حتى ولو اختلفت معه بالسياسة نستمع صحيح إليه. إذا كان إحنا شعب جدير بالحياة إذا إحنا شعب بدنا نعيش إذا إحنا شعب أو إحنا جيل مش عاوزين الأجيال القادمة تلعنا يجب أن نقاتل لنرفع هذا العار وهذا الذل اللي لحقنا قال سنقاتل واستشهد في المقاطعة شكرا لكم أعزائي المشاهدين لمواصلة ومتابعة هذه الحلقة من يود الكتابة لبرنامج لعبة الأمم عنواننا الإلكتروني umam@almayadin.net وإلى اللقاء بإذن الله في الأسبوع المقبل